النافع والكفاح المتواصل، غير أن ما كان لمثل هذه القيم والمثل العظمى أن تصبح واقعا ملموسا في الساحة المجتمعية لولا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ممن أفرزتهم وتفرزهم دائما تربية ومناخ وتقاليد وشهامة فاس من أمثال فقيدنا الراحل سيدي محمد بن عبد العزيز الدباغ، الذي يسر الله تعالى له أن يعيش بل ويكون أحد أبطال هذه المرحلة العصيبة من تاريخ المغرب. ففي غفلة من عيون الرقابة يلج رحمه الله رفقة بعض خريج جامعة القرويين للتدريس بالثانوية الإدريسية، ليتحولوا إلى مرشدين موجهين ومؤطرين زارعين بذور الحركة الوطنية والقيم الدينية والقومية في نفوس تلامذتها المشهود لهم بالمواقف النضالية النادرة في تعاون وانسجام كاملين مع إخوانهم بجامعة القرويين وكذا باقي الفئة المجتمعية. أيتها السيدات، أيها السادة، إن الحديث عن الفقيه يطول ويطول وعامل الزمن ضاغط، لكن اسمحوا لي أن أعرج فقط على فضيلة أخرى غير مكشوفة من فضائله ومناقبه التي لا تعد ولا تحصى. ففقيدنا سيدي محمد بن عبد العزيز الدباغ جسد مفهوم سياسة القرب بكل ما تحمله العبارة من معاني ومقاصد، فقد كان متشبعاً بروح شعبية نادرة وبسلوك المتواضعين، فكم كان يحلو له أن يقضي أوقات فراغه فوق عتبة دكان والده سيدي عبد العزيز رحمه الله بسوق العطارين بالمدينة العتيقة، وبالضبط بسوق البالي، حيث يتهافت على توجيهاته وإرشاداته وفتاويه الشرعية والعلمية والثقافية عدد كبير من الحرفيين والمهنيين وكذلك التلاميذ والطلبة، فيتحول باب الدكان إلى لوحة حية رائعة يختلط فيها كلام التجارة بحديث العلم والمعرفة. ليس هذا ما يطلق عليه اليوم بدون فعالية انفتاح العلم على الفضاء المحيط به، وكثيراً ما كان الراحل نفسه يمارس تجارة والده، بل وفي فترة معينة غادر وظيفة التدريس واحترف النجارة في إيباء وشموخ لا يضاهيها إلا تمسكه واعتزازه بالكرامة التي هي أسمى من كل اعتبار، وبذلك أعطى درساً في كون العلم هو التأهيل الأفضل للحياة بغض النظر عن طبيعة ونوعية العمل أو الوظيفة. إن هذا النموذج الأصيل المتأصل يجعل منتخب فاس يعتزون بمشاركتهم في ذكراه الأربعين، كما يقفون بكل إجلال واحترام أمام روحه الطاهرة لما قدمه من جليل الأعمال العلمية والدينية والوطنية لفائدة هذه المدينة الغراء، خصوصا منها أياديه البيضاء في المحافظة على خزانة القرويين، حيث نفض الغبار عن كنوزها النادرة وعمل على صقل بريقها الكامن في وجه الباحثين والدارسين. وإن مجلس مدينة فاس إذ يؤكد عزمه الوطين على تخليد اسمه الشريف على إحدى مرافق المدينة وشوارعها ليلتزم على مواصلة جهده ومشواره التنموي للنهوض بهذه الحاضرة الإدريسية استمراراً لما قدمه السلف الصالح ومن بينهم سيدي محمد بن عبد العزيز الدباغ بما يخدم مصلحة الخلف الناشئ من الأجيال الجديدة مستحضرين في هذا الصدد تشجيعاته التي لم يكن يبخل بها عنا المشفوعة بدعواته التي لا تفتر وابتساماته التي لا تغيب عن محياه من أجل مواصلة الطريق، وما ذلك على أبناء فاس الأوفياء بعزيز. رحم الله فقيدنا الكبير
وعزاؤنا ومواساة فاس من جديد لحرمه المصون وأبنائه وأحفاده الأبرار وأصهاره وكافة أفراد الأسرة الكريمة وإلى رفاقه السادة علماء جامعة القرويين وكذا أسرة ثانوية المولى إدريس، متمنين أن تظل هذه المؤسسة صرحا تعليميا شامخا ومصنعا فكريا للأجيال المتعاقبة تواصل ماضيها التليد للمستقبل المشرق، مصداقا لقوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. شكرا السيد الرئيس على كلمته التي تدل دائما على انشغالته بساكن سيد الفاس الأحياء منهم والأمواس، ولا تفوتني هذه المناسبة في إطار الثانوية الإدريسية أن نبقى أوفياء مع الشراكة في إطار المجلس الجماعي، ولا تفوتني كذلك أن ننوه بالخدمات الجليلة وبسياسة القرب التي يدعم بها المجلس الجامعي ومقاطعة فاس المدينة برئاسة الأخ الرئيس عزيز الفلالي، فشكرا لهم. سبقى أوفياء نسير في نفس النهج حتى نحقق الأهداف ورهانات بناء مدرسة وطنية. إذن آخر العنقود